تشوف لاشيتو كثير والسبيغه كيفاش راهي كاع ملونه. اليوم رانا في مدينه واسمها بوكا. صاحبي دير لي 2000 من حاشيه ماشي مشكل. مرحبا بكم في كيب تاون. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اللي ما يعرفنيش انا زازا في الميكرو صاله محتوى سفر مغامره اللي ندير في حول افريقيا. ديماريت بالجزائر ودوكا راني في جنوب افريقيا وبعد جنوب افريقيا طلعوا بكر بكره ان شاء الله. اللي يعرف لي السلام عليكم حبيبي. هذه مده ما تلاقيناش هاد بحال 12 يوم 13 يوم ما درتش فيديو. كنت نخمم وحاصل على بينها طولت كنت نخمم وحاصل باسكو كنت ندير في المونتاج دوكا والفيديوهات اللي كي خرجنا من من ناميبيا دخلنا لجنوب افريقيا كنت نوجد في الفيديوهات. ومن بعد كي درت انا في المدينه هذه باسكو دوكا راني في كيب تاون كيما شفتوا في العنوان مدينه كيب تاون راني في كيب تاون ومتحمس باش نولي لكم كيب تاون. وكي قعدت ندير في المونتاج تاع الفيديوهات تاع كيفاش لحقت الكيب تاون ما كانش حاجه سبيسيال فهمت ما راح نولي لكم ابي بري برك واش صرا زعما تاك 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 هكذا وصرا. والبليز امبورطون في الحكايه كاع سي انك تشوف كيب تاون كيفاش دايره. مدينه بزاف شابه بزاف جميله. معليش دوكا نولوا للور شويه نعاودوا نولوا شويه للور نحكي لكم كيفاش جينا ونتلاقاو لهنا في كيب تاون نهبطوا نولي لكم المدينه هذه الجميله الرائعه. صباح الخير. وصلت البارح للافيلا هذه ولقيت هاد ماشي لقيتو كان على بالي بلي كاين الكوست هاوس هذا الكاست هاوس هذا شغل المرا هذه دايره شومبرا زوج ثلاثه اربع شنابل على هاد الطريقه شغل شويه شويه كفاهم ماشي زعما حاجه ليكس ليكس ولكن بارابور للبري تاعو رخيص تبي ربي. هذا هو الجاست هاوس الرخيص كاع اللي اكزيستي هنا في 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 جنوب افريقيا ولازم تبات في جنوب افريقيا في لي غاست هاوس اليوم ولا في لي كامبينغ باسكو از نوت سيف شي كيما ما كاش لا سيكوريتي. شغل قالوا لي بزاف ناس انها ماهيش امنه وحتى كي سقسيتها هي قالت لي ايفيتي تبات برا فاهم ايفيتي تكومبي برا. انا البارح كي مشيت هذيك تقريبا 80 كيلومتر ما حسيتش باللي ما كاين لا سيكوريتي ولا ما حسيتش باللي كاين حاجه يسموها عدم الامان بس كان عندي واحد الاحساس هذاك تاع كاين عدم الامان ولا ما كانش. المهم يعني ما نورمال جاتني نورمال باسكو ما كانش بزاف طوموبيلات وما كانش بزاف غاشي باسكو كنا في عند لي فرونتير كيما قلت لكم جنوب افريقيا وناميبيا. كي تكون عند لي فرونتير ناميبيا شويه كاين غير تخرج من الفرونتير تلقى شويه الفوضى تلقى الغاشي تلقى اول مدينه. بصح حنا في جنوب افريقيا ما حتى تبروفوندي مليح باش تلقى الغاشي. دونك 80 كيلومتر هذيك اللي مشيتها ما فيهاش غاشي ما فيهاش عمل قرى. دونك هذه هي الفيل ولا القريه الاولى اللي بت فيها وهذا هو الجاست هاوس اللي لقيتو ومليحه روبوزي تريحت شريتي والله رقدت بها اخو الحمد لله يا ربي. هذه هي المدينه لافي اللي بت فيها وهذا هو الجاست هاوس تاعي دوك جاي قريب على الطريق مش بعيد بزاف على مش بعيد بزاف على الطريق ودوك نعاودو نخرجو للطريق باش نحكمو المدينة الجاية ان شاء الله. الطريق قودرو ما فيهاش بيس لهنا ما كاش البيس بزاف ما كاش الكرافل في جنوب افريقيا. خلينا هاد المدينة بغالب جاية ايزولي بزاف على بالها ما فيهاش قودرو ديك شغل قرية هادي سي نورمال. مي دوك نخرجو لطريق كبيرة قودرو ان شاء الله نلحقو ان شاء الله نلحقو بك بالجامعة حبيت نصلي الجامعة ان شاء الله نلحق بالجامعة. فيها المسجد الاخرى ما فيهاش مسجد اللي بعيدة بخمسة كيلومتر على المدينة هادي. راح نقصد المسجد قبل ومن بعد نروحو لاويل هاديك شوفو واش فيها. باك جاني تو سويس قلت وقيلا ما كاش جامع باسكو من داك تلقى في المابس هكذا بلي كاين جامع هو ما كاش مانيش عارف علاش صرات لي بليزير فو مي تو سويس فينالمون كاين مسجد الحمد لله واسمو مسجد الرحمة. مسجد الرحمة اول مسجد في جنوب افريقيا تلاقيت به مسجد الرحمة. هلا الحمد لله ما ندخل نصلوا
You are traveling? Yeah, I'm traveling. Wait, just 1 minute, please. خرجنا من المسجد هذاك صلينا المهم ريحنا شويه مع الجماعه تما وقعدنا اكثر من يومين بس لقيت واحد التونسي تهلا فيه يعني واحد التونسي تما دكتور هو طبيب مش طبيب دكتور بروفيسور تما في المدينه هذيك ريحت معاه قصرت معاه ضيفني كثر خيره وخرجت منها خرجت من المسجد وخرجت من المدينة وشديت طريقي وهذه مدينة واحدة أخرى ماشي اللي كنت فيها مانيش عارف اسمها نسيت المهم أنا اليوم راني متبع طريق الريح والريح اليوم راه وديني مليحة تتبع طريق الريح المهم الريح اليوم وديني للبحر أنا حبيت نروح نشوف البحر نروح البحر وبعيد عليا 100 كيلومتر ولا 70 ولا 80 كيلومتر حبسها هكذا حاجة هكا مدينة شابة هذه المعمار انجليزي برشا شي كتير لهنا في الطريق اتصل بي الجزائر عن طريق الانستغرام قال لي مرحبا بك عندي في الدار خير يوم ممطر والشتاء يوم جديد ماشي تاع البارح بيانسير انا كل يوم مشغول مانيش نصور بزاف والله انا استمتع بوقتي اكثر من اني نصور ماشي كيما كنت تسمحوا لي بزاف لانه والله ما على بالي شنو صار لي مي راني نستمتع بالوقت اكثر من اني نصور تسمحوا لي بزاف كاين صوالح ماشي نصورهم المهم وصلت البارح للمدينه هذه مع العشيه وتلاقيت مع بعض الاخوه الجزائريين اللي جاي لكم تشوفوا باللي راني نقصت شويه اللحيه من فيها حسينه لانهم هما الخدامين هنايا ونقدم لكم زوج منهم ومن بعد نزيدو نتلاقاو مع الاخرين بالعشيه ونبسكو راهم خدامين وضيفوني عندهم في الدار فضيفني ابراهيم كثر خير ومام هذوما ضيفوني عندهم في الدار كثر خير ابراهيم ناس هذوما من وهران من مدينه وهران ودرك راني عندهم في الدار البارح كنا نقصرو في الليل وكاع وقلت لهم توحش كاع كيران فاهم قال لطيطه هيا قال لك نديرو لك لطيطه اليوم هيا نقدم لكم افضل طباخ في افريقيا اللي هو عبد الدقه السلام عليكم عبد الدقه خويا من مدينه معسكر شحال من عام انت هنا خويا عبد الدقه 7 سنوات عندنا خويا بلحات من وهران ثانيك هاك تشوف الام سي يو حاضره بقوه خدامين لهنايا عايشين في جنوب افريقيا شحال من سنه وانت هنا سنتين عنده عامين هو هنا وهذا عنده 7 سنين والاخرين نتلاقاو بهم من بعد ان شاء الله خدامين نتلاقاو بهم من بعد ان شاء الله احنا اليوم رانا اوف انت راك اوفل ايه في جوجكم واش كاين في الفرن هيكا كاين الله اكبر هي بدات تغلي وها سايديت الفرن هنا تاع هذا تاع تريسيتي ولا تاع الغاز تريسيتي هنا ما كاش غاز غير تريسيتي هنا باش يكون على بالكم تريسيتي شغل تعمر سا دي بو شحال تبغي 500 مليون مليون ونص ايوا يطلع تفليكسي لها ياك فليكسيلا شغل فليكسيلا تشري البون وتماركي الكود هذاك شغل تماركي الكود وتطلع كما تسمح لي هي مليون زيرية ولا مليون وشنو مليون زيرية ولا مليون رند مليون رند مليون شحال بال 1000 رند 1000 رند اللي هي حوالي 50 اورو اللي هي واحد المهم 50 اورو 50 اورو تشد لك شهر الله يبارك المهم عبد الدقه هذا هو قائد المجموعه هذا هو قائد السفينه وقائد المجموعه هذا هو المدير تاع هذه المدينه ايوا كلمة هذا انا فوت مع الغربه وما غاديش تقرا كاع الغربه كاع الحمد لله عامين 3 سنين 4 سنين معاك شغل فوت عليك يومين ضحك في اللعب الحمد لله صافي بليز انا اللي معاه في عام ونص ناكلوا ونشربوا في رحبه وساكنين في رحبه الحمد لله ولا يدومها محبه ان شاء الله عبد الدقه خويا كلمة الله يحفظكم بارك الله فيكم ياهو عبد الدقه كي شعلوا كاميرا بنادم وكي طفي كاميرا بنادم واحد اخر واش رايك فيها صح واش رايك في جنوب افريقيا عطينا كلمه جنوب الحمد لله رانا عايشين غاية الحمد لله ما قصرنا والو الله يحفظكم بارك الله فيك مليحه واحد يجي يعيش هنا ها مليحه واحد يجي يعيش هنا الميتي هنا الميتي هذه ما نديروا لها حلقه ما نديروا لها حلقه واه حلقه نديروا حلقه تاع كل واحد فيكم كيفاش جا والفكره كيفاش جا ان شاء الله
ديروا رايح القهوة كل واحد عنده قصة هنا باش يعني قال لي جاب الجو لهنا عندهم قصة وكيفاش حتى وين وصلوا لهنايا وجاو يخدموا لهنا في جنوب الهلال والحمد لله نعملوا لها فيديو واحد اخر سبيسيال هكذا باش حصة مناسبة باش الناس تكون عندهم فكرة هكذا كيفاش الناس اللي عايشة لهنا ولا شي تخدم من لهنا الله 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 قوة صاحبي لا مليحة مليحة نقطة برك نظرة هايلة ما شاء الله هي واعرة شوية ملحة هي ما تملحهاش خير لا ما تملحهاش خير هكذا اللي يزيد الوقت يزيد الماء مي الله يبارك قوة شبيك خاصك تزيد شوية زيد السنيكارة تاعك صاحبي دير لي 2000 ما تحاشي ماشي مشكل تاكل هريسة 2000 الله غير بالموس صاحبي خدمت ديجا واه كاراتيكا في البلاد خدمت شي ما خدم كاراتيكا لا ما خدمتهاش في البلاد بصح شي انا كنت عايش غير بالكاراتيكا خلاص ما تولي تسيح ديجا سخونه بزاف عبد القوه جيب لها شويه هريسه ها هريسه ها هريسه جيب لها شويه كمون الله يبارك والله غير تقول الجزائر والله غير دينين ها دينين غير ما نمشيش كاجي واحد شربات واحد شربات هبطت للطاون حصه ديال السونتر فيل باش نهبط نفيزيتي واحد لوندرو ولا انا هذه هي السونتر فيل تاع المدينه هذه باسكو وين كنت انا بعيده بست كيلومتر وهنا اغلبيه الناس شغل اللي باتوا اللي يعيشوا بعيد على الطاون بعيد على الله ايوا هذه منطقه سياحيه هنا يجوا ليها بزاف توريست وسيرتو دوكا في الوقت اللي انا فيه دوكا الوقت اللي انا فيه دوكا هو موسم الاصطياف لهنا سيزون استيفال الناس كاع تجي تحوس لهنا يخرجوا من جوهانسبورغ يخرجوا من كيب تاون هنا ويجوا لهنا واليوم يوم واليوم ويكاند شغل الويكاند عندهم لهنا الويكاند هنا كنت عارفه السبت والحد وجيت انا للبحر لهنا وهذا شفتو البارح دوماج هو مغلق سينو نوري لكم واش فيه الحانوت هذايا هذا الحانوت يبيع كاع الماتريال تاع الكايت سيرف سيرف قدام الناس باسكو معروفين بزاف لهنا بالسيرف والكايت سيرف هو مغلوق ويدير ثاني يدير لي كور تما زعما ما تعرفش تسيرفي ولا ما تعرفش كايتي ولا يديروا لي كور لهنايا وجيست اون فاست اللي هكا يروحوا الناس يكايتي ولا يديروا السيرف هكا تكون عارف الحال وليكم وهذه هي المدينه هذه جايه شكون مدينه صغيره تحسها باللي سياحيه شغل غير الصيف لهنا غير الصيف اللي حي لهنا سينو زعما في الشتاء ميت هادو بدا تعمر لهنا دابا اللي قالوا لي الجزائريين اللي كاينين هنا هلا هايو في لوات هنا تحسك شغلك في فوسمو في حمام الوان ولا يبيعوا لي كاسكا شابوات اللي ما عندوش شورت يجي يشري شورت منه هنا يكرو شغل كاياك هدايا هنا دابار مليحة دعوة هانية لهنا شدي كي وقتكم من تحت كيما كنت تشوف فيها داك هو الكايتسيرف كايتسيرف هيك شغل باراشوت اللي ما عادش كايتسيرف باراشوت ولا بلونش هذيك الحطبة هذيك اللي دزلج على البحر ولا على المحيط خلوية شدي كي بزاف شاب المدينة هذه اخو شويه يامات تما في المدينه هذيك مع اخويا ابراهيم يكثر خير وما نسالوش خيره بعدها شديت الرحله الى مدينه كيب تاون وكي وصلت لمدينه كيب تاون تصورت قدام البلاكه اللي تصور قدامها كاع لي فواياجور واستنيت جزائري اخر باش يديني عند الدار كثر خيرهم وبارك مرحبا بكم في كيب تاون وهي خرجنا دوكا نتجولوا
في شوارع كيب تاون. شوارع كيب تاون كيفاش راهي، كيفاش راهي الدعوه لتحتها وكيفاش، وهذا الفيديو مخصص نوري لكم برك الشوارع كيفاش راهي دايره، وني نمشي ابي باش نستغلوها مليح ونفيلم لكم بها. وكاين الهليكوبتر فوق راسي. على فكره لي هليكوبتر هذوما يكروهم، كاين بزاف لي زاكتيفيتي اللي تقدر ديرهم في كيب تاون، بالك راح نحكوا عليهم في الفيديو الجاي ان شاء الله. بالك نقدروا نديروا كزوج ولا ثلاثه ديال الزاكتيفيتي اللي كاين هنا، باسكو كاين اللي غاليين كاين اللي ماشي غاليين صديقو. المهم انا خرجت من الدار ولفت ساكادو معايا اللي فيه كاع الماتيريال، فيه الدرون، فيه الكاميرا، فيه اي حاجه عندها 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 قيمه لفتها معايا ما خليتهاش في الدار. باسكو جنوب افريقيا كما قلت لكم ماهيش ما فيهاش لا سيكوريتي، تسمى كباب هذيك الدار راني فيها ولا الشومبرا هذيك ماشي دار شومبرا، يطر تقول باب ويدوا لي صوالح، وانا ما حبيتش مانيش حاب يدوا لي صوالح، انا حاب نخلي يقعدوا كاع العفايس هذوك عندي. المهم anyway. المهم في هنا كيب تاون شويه صافا امنه شويه في الليل وفي النهار، الواحد ياخذ حذره هذا ما كان، ما تخليش صوالحك يبانوا هكذا اكسبوز يقدم كاع الناس. المهم كان هاد الارشيتكتشر هذا مبنى عقليه امريكان وهذا مع عقليه الانجليز. هنا كاين مزيج بين الارشيتكتشر يعني البنيان الانجليزي والبنيان الهولندي والبنيان الامريكي، مخلطه شويه كما تشوف هاد المباني القدم هذوما شويه. الارشيتكتشر هذه تاع الهولنديين ولا لي زونغلي، هذه مثال 1882، هذا يبان جديد عقليه امريكان. كل بنيان كيفاش داير على اساس باسكو هنايا مرت عليهم الاحتلال وجاز عليهم الاحتلال البريطاني والاحتلال الهولندي وتخلطت لهنايا، وكاين ثلاث الجناس مخلطه شريكي. هنا كاين ثلاث جناس كانوا هادو اللون اصحاب اللون البشره السوداء، هما اصحاب البلد كما يقول لكم ولاد البلد. ومن بعد جاوا لي هولندي ولي زونغلي جابوا معاهم الهنوده وجابوا معاهم تاع الاندونيسيا وكاع جابوهم كعبيد لهنايا، ومن بعد تخلطوا. كي تخلطوا خرجت واحد الراسه يعيطوا لهم الملونين بين الابيض والاسود، باسكو كي جاو مونديلا ما حبش يحاوز الابيض كيما صارت في موزمبيق، حاوزهم ومن بعد حصلوا في موزمبيق شغل حصلوا ما بنوا بلادهم، ما قعدت شابه ما سليكاوها. باسكو لعلمكم يعطيك الابيض ضاع شريكي في كل افريقيا شريكي، صح ياكلوا يسرقوا منه، مي هاد البلاد وكاع يقولوها لك هاد البلاد لو كان ماشي البيوضة ما تلقاهاش هكذا نقيه وما تلقاهاش هكذا شابه وما تلقاش العباد منظمين والعباد مستفين فاهم. المهم قعدوا البيوضة لهنا ما حاوزهمش مونديلا، طلعت المعيشة ولات معيشة مياه، تلقى نتسكموا وكذا منا ولات ما كانش كاين العنصرية. حاب يقول يقدر يكون واحد سود يروح يخدم بوليسي ولا يخدم فرملي ولا نيمبورت كال جوب نيمبورت كال خدمة في وقت قبل مونديلا ما كانوش يخدموا هذه الخدمة، كانوا يخدموا لي جاردين يمسحوا الخدمات هذوك اللي ما عندهم حتى معنى. ولا راني غلط كاش انفورماسيون ولا كاش معلومة ولا صح ولا هذا يا باركينغ، هذا باركينغ خو، هذا باركينغ تقاري طوموبيل يجي يجي لك السيد من عند الدولة يصور لك الماتيريال ونسي جامي تهرب، غير تقاري يصور لك الماتيريال ويخرج لك تيكي إلا كنت لهنا يعطيه لك تخلص وسير بلاص، إلا ما كنتش يعلقه لك لهنا وتخلص الباركينغ ديالك، سواء تخلصو بالكارد بونكار صادير بالكارد فيزا ولا بالكاش، ولكن تقريبا كاع الناس لهنا يستعملوا الكارد فيزا باسكو يخافوا لي زاغريسيون يخافوا السرقه، تسمى ما كاينش اللي يمشي مع الليكيد لهنا سي فريمون راه تلقى بنادم يمشي الليكيد. ولا هنا طحنا في هي شوف الطرقات تاعهم كاع زعما شابين وكاع شابين كاع شابين زعما ما كانش هذا الكافي شوب، كاين بزاف منهم لهنايا، وهذا باربر شوب حلاق زعما ماشي تخير البلاصه وين تدور ولا وين تروح شابه. هنا يبيع تاع المخدرات الكيف الحشيش لهنا الحشيش ليغال، تسمى تحب تروح تقضي باغ اكزومبل تروح تقضي شريكي، المهم تروح تشري ولا ما يعني ليغال الدوله ما يحوس عليك لا بوليس ما تحوس عليك ما والو. هنا الشعب قاعد يكمل قاعد كيفه من الصغير حتى من صغيرهم الى كبيرهم. وهذه هي الريال هنا في الليل حيه بزاف، هنا في الليل حيه بزاف
بزاف حياه لهنا في البحر. قلت لكم اليوم راح ندير لكم غير تور هكذا، نعطيكم بركة زعما العفايس كيفاش دايره، كيفاش دايره كيب تاون، راح نحطوا البحر نشوفوا كيفاش داير البحر، نشوفوا المول كيفاش داير. وبالك نكست ايبيزود، في ايبيزود الجايه نديروا فيها لي زاكتيفيتي ونشوفوا بلايص كثر شابين ونروح نديروا فيه، يعني نشوفوا فيها اكثر واكثر. دونك اليوم شغل غادي نديكوفري معاكم واش كاين، غادي نديكوفري ورايحين نص قهوة، عندي واحد 7 سوايع ملي نوض مازال بس قهوة. الشمس طلعت وصحى الحال وانا مازال بس قهوة. بون نورمالمون نكمل ستريت، نورمالمون نكمل القبالة. البراندات كاع كاين، الناس تحترم قانون المرور، الفلوس تسمى فلوس يحبس. ماكدونالد كاي اف سي، هاك من كاي اف سي ومن هيك ماكدونالد، لوي فيتو وغوتشي، المهم براندات كاع العالميين هذوك تسيبهم لهنا. المهم هنا التمييز العنصري يحبس من 94، هما قاعدوا محتلين لهنايا في 94، كي جاو مونديلا هو اللي نحلهم التمييز العنصري هذاك، باسكو كان فيه كان كاين الفاصل لهنايا تما. صح كانوا دايرين بيبان، باب يدخل غير الابيض وباب يدخل غير الاسود، وكانت كانت شغل كارثيه. دونك شغل تحسنت شويه بصح مازالها شغل زعما كي تتعمق بيان في البلاد هذه تحس باللي مازال كاين، مازال كاين التمييز العنصري. هذه الدخله تاع الطاون، تسمى هما السونتر فيل هنايا يسموها الطاون، وهذا كاع بنيان جديد خو، كاع بنيان جديد، بنيان جديد تسمى بالك عنده 10 سنين ولا لا بالك شويه اكثر. المهم بارابور ماشي تسمى 1900 و1800، هذوك شويه من هيك، شويه شويه لداخل في وسط سونتر فيل تصيبهم. هذا يا تاع الباص، تاع الباص، باسكو هاد التيلق تاع الباص هذه الاورانج يمشي فيها البيس، انتردي طوموبيل تمشيو فيها. وكيما عندنا حنايا تاع تراموي هذيك زعما في الجزائر، برك هنا تاع الباص صادير تاع الكار خو، وعندو طريق وحدو، طريق عندو الكار عنده طريق، والفيلو عنده طريق، واي حاجه عندها طريق لهنا. ما كاش لها ما جاك شايف، ماشي فوضى. دونك هذه هي الكافيتيريا تاع، وهذا هو الكابوتشينو من عند خويا الياس، راه اون فاست ليا في الكاميرا وشنو قال لي ما نبانش، ما تسمع صوتي ما نبان ما والو. المهم كي تجيو نتوما لكيب تاون حوسوا على كافيتيريا تاع الياس، تجيو تتلاقاو به وتقصروا معاه في الكاميرا ما يبانش. شوف لارجيتكتير والصبيغه كيفاش راهي كاع ملونه. اليوم رانا في مدينه وسمها بوكاب، هذا اللي هو هي كارتي ماشي مدينه، حومه واسمها بوكاب، جايه في كيب تاون. هذه للمسلمين، يقعدوا فيها المسلمين لهنا، تلقى بزاف فيها من المسلمين لهنايا اللي جايين من 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 اندونيسيا، اللي جايين من الهند، اللي جايين من افغانستان، جاو كعابيت لهنايا. وكانت صبيغه لهنايا باللون الجري، باللون الرمادي، كانت جري هذه، كاع الديور هذوما كانوا جري، وكانت ممنوع عليهم يصبغوها صبغه واحده اخرى، لانه كان كاين التمييز العنصري باش يبانوا باللي هما سود ولا ملونين، هما كانوا يعيطوا لهم الملونين. الملونين اللي هما الخمريين كما نقولوا حنا. بعد انتهاء الفاصل العنصري في 1994، بعد ما خرج مونديلا ونهاية نظام الأبارتايد، عبر الشعب عن الحرية بتلوين كل المنازل التي كانت ممنوع عليها من قبل. لو انت رحت تلقى العالم تاع فلسطيني، فري فلسطين، كل شيء فلسطين لهنا، لأن جنوب أفريقيا من الدول اللي تدعم القضية الفلسطينية. وانت رحت تلقى غزة فلسطين، العالم تاع فلسطين، وين تمشي هنا في الأرزقة هذه تلقى. ولا هنا كاين بزاف مساجد، واحد زوج، جزنا على واحد قبيله ثلاثه. الاسلام كيفاش جا لهنايا؟ جا عن طريق النفي، تسمى نفوهم عباد، نفوهم جاو الكيب تاون، جاو الجوهان، جاو الجنوب افريقيا،
وجاو وكانوا اللي كانوا جابوهم عبيد اللي جابوهم الهولنديين والبريطانيين جابوا العبيد لهنا من اندونيسيا ومن اسيا ومن الهند وكاع جابوا العبيد لهنا واحد من العبيد هذو كان كاين فيهم الاسلام وكان كاين فيهم المسلمين واول واحد من الجامع هو الله اعلم من اندونيسيا هو اللي بنى الجامع لهنا واحد منهم زيد اسمه كان حافظ القران وجا لهنا وكتب الكتاب تاع القران دوك ندخلوا نصلوا العصر حقت العصر نوري لكم كيفاش داير الجامع الداخل ونزيد نحكي لكم عليها كي نكمل نخرج. هذا هو الكتاب القرآن اللي كتبه السيد جزاه الله خيرا هو اللي انشر الإسلام من هنا وكتب هذا الكتاب القرآن بس كان صعب عليهم زعما يجيبوا كتاب القرآن من اندونيسيا ولا من السعودية في ذاك الوقت في 1700 ده هو أول مسجد في 1794 كملوها يعني هذا هو أول مسجد في جنوب افريقيا وقلت لكم على شيء يدعم القضيه الفلسطينيه بزاف المهم حنا صلينا هذا هو المسجد عاودوا رينوفاوه بيان سور ما كانش هابط انا نعاود نخرجوا هاي مال السيد هذاك اللي مازال ما على باليش اسمه الا تعرفوا قولوا لي اسمه في لي كومونتير هو اللي جاب الاسلام لهنايا ودار الدعوه وهو اللي نشر الدعوه لهنا وعندي حكايه مانيش عارف الا صح ولا لا تقول باللي واحد المراه هي اللي عطات له الارض هذيك اللي باش يبني فيها المسجد والمراه ليست مسلمه هذه معلومه عطاوها لي في المسجد مانيش عارف الا صح ولا لا نحوسوا نبحثوا عليها واللي عنده معلومه اكثر على هذا الحي هذا يخلي لنا معلومه عليه ودوك الساعه راهي 4:30 ولا 5 ولازم ما نطولش وندخل للدار لانه المشي في الليل هكذا بهذه الطريقه والكاميرا وكاع ما لازمش ناخذ بزاف الريسك ايا ما انا راني حاب نروح نشوف بلاصه واحده اخرى باش اسكو يكفيني الوقت هذا حبيبنا يكلي سقسوه قبل حسينا عطانا لوتريزاسيون قلنا اوكي فيها هذا يبيع ويكلي طوموبيلات القدام دو كوليكسيون هادو يكرهم الناس جينيرامو لي توريست باش يروحو يديرو تصاور الفوق في بلاكات فوكا وكنا قبيلة غير الماتريال لي متشوفوش دايما يكرهم هادو هما يكرو ويبيعو كاع مش مسكتش يبيعو يكرو انا زعما شوي با باسيوني بالكارلس ليكيب راني نولي لكم برك باش تكون عندكم فكره سي جامي كش واحد يجي لهنايا تكون عنده فكره بالبلاد كيش داير راني حاب نبارطاجي معكم الماكسيموم كاع واش نشوف و باش تكون عندكم فكره هذا الموضوع هو يبيع هذا وقيل 100 كيلومتراج هذا الشيفر راه ما عرفت نقرا شي لك بزاف كبير بصح على بالي بلي يكري ما باش اسكن لهنايا ولا واحد اخر باسكو سمعت بلي يكري الكاروس القدم هذا هما الناس يديروا بهم تصاور عجبتني هذه خدمت حياة ثانية تبان هذه هي اللي كشتغل اخو فيها باتيري جديدة نديكم للبورت المهم هذا هو الحانوت غير تهبط من بوكاب ان شاء الله بكرني برونسي فيها مليح نعم هما كيجيو عندنا يغلطوا في القسنطيره يغلطوا في عنابه يغلطوا يبرونسي وكاع معوجين معليش ماشي لوقتي قلنا المهم تلقاوها لا لا سيدي هذا كاين واحد اخر الثاني كيكري واحد لي فيسبا 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 ماشي سكوتر فيسبا فيسبا يكري لي فيسبا تانيك غاليه شويه فيسبا 750 رند كاين هذا يكري مطوات تانيك مطوات الكبار تانيك يكري مطوات الكبار لهنايا ولا موطو صغير ولا واش راك حاب تشري كي تكري ولا تشري كيما حبيتي كري هذا تانيك كاين كلش خو المهم واش ما كانش حاجه واحده ما كانش الامان عام واس حوايجك قلت لكم قبيله في الجامع دوكا كي دخلت صليت قال لي رد بالك احمد قال لي رد بالك احمد يديروا لك الخرب الليله
ايا دوكا والله انا حابين نهبطكم من البحر بصح واقيلا نخلوها المره الجايه اولى في الفيديو الجاي باسكو ما بقاش تغرب وباش تشوف الغروب الشمس وقال لازم ديبلاصي لواحد البلاصه بعيده شويه وين يعيشوا غير البيوضه ما ماشي يعيشوا غير البيوضه مي تلقى الناس باسكو الطبقات هنا شايف اللي تلقى عندهم طبقه شويه الفوق راهم تما هذا هو المكان المخير لهنا في كيب تاون. لقيت فكرنا هذيك وشنو هذه الطاون يا هذه جاردنز طاون هذه جاردن طاون ومن مور الجبل هذا وش كان نشوفوا كامس باي من كامس باي كامس باي وسي بوينت كسمع الكوشي تصالح منه يا اوكي.